حين مشاهدينا الافاضل اينما كنتم مرحبا اهلا وسهلا نحييكم مباشره من فيتش ستاديوم بمدينه سوتشي امام 49,000 متفرج يحضرون هذه المباراه الاولى الكبيره في هذا المونديال بين العملاقين البرتغال واسبانيا. كل واحد محمل بهمومه، كل واحد محمل بطموحاته، كل فريق ايضا محمل ب الجماهير الغفيرة الوفية الحاضرة هنا والغفيرة الوفية الموجودة في البرتغال وفي إسبانيا. هذه تشكيلة منتخب البرتغال في هذه الأمسية مع باتريسيو في حراسة المرمى، سواريش سيكون على الجهة اليمنى، جيريرو على الجهة اليسرى، فونتي مع بيبي في وسطية الدفاع، موتشينيو رفقة كارفايو، برناردو سيلفا، فرنانديش، جيديش وكذلك كريستيانو رونالدو رأس الحربة. في الجهة المقابلة منتخب إسبانيا بكل ما تحدثنا عنه بعد مغادرة لوبيتيغي في حضور جماهير كبير وبقيادة حكم المباراة جيانلوكا روكي، أكيد سنشهد مباراة كبيرة اليوم بين الإسبان الذين لا يتفائلون باللباس الأبيض منذ سنوات طويلة جدا، أكثر من 20 سنة الإسبان لم يفوزوا في مباريات في نهائيات كأس العالم أو كأس أمم أوروبا باللباس الأبيض. هل سيستمر فأل هذا الفأل يلاحق الإسبان خاصة مع الظروف الصعبة التي يعانونها؟ هذا هو المدرب فرناندو سانتوس، يدرب منتخب البرتغال منذ 2014، بينما كما قلت فرناندو ييرو منذ 4 أيام فقط، الآخر واحد منذ 4 سنوات والآخر منذ 4 أيام. واضح على وجهه القلق فرناندو ييرو، ولو أنه الضغط لم يكون عليه تماما لأنه اليوم كان بمثابة المنقذ بالنسبة لمنتخب إسبانيا في ظروف يعرفها الجميع. هل هذا الأمر سيخفف الضغط على ييرو؟ هل سيزيد من الضغط على اللاعبين الإسبان بكل خبرتهم وتجربتهم؟ الجواب طبعا سنعرفه في هذه المباراة وسنعرفه في المباريات القادمة. ضربة الانطلاقة يعطيها حكم المباراة جيانلوكا روكي في هذه اللحظات من عمر اللقاء، يبدأ مشوار إسبانيا ومشوار البرتغال في هذا المونديال. هل ستعود إسبانيا وتتوج باللقب في ظل كل هذه الظروف؟ هل سيفعلها ميسي هذا الموسم؟ هل سينتقم البرازيل؟ هل سيثور رونالدو؟ هل ستحدث المفاجأة؟ الجواب سنعرفه في 15 من شهر. ممتازة صعبة للبرتغال، كرة خطيرة، الموتينيو أمام، البحث من هنالك عن رونالدو وجيديش. رونالدو، محميين النجوم الكبار رونالدو ميسي من زمان يعني، ولو أنه زمان لم يكن مارادونا محمي بنفس الكيفية التي هو محمي بها اليوم ليو ميسي مثلا، ومحمي بها كريستيانو رونالدو. نعم، عندما تحمي البراعة قال عن طريق رونالدو، رونالدو 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 با 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 ضربة جزاء، فعلها الحكم روكي، فعلها كريستيانو رونالدو بالإسبان، وضربة جزاء في الدقيقة الثانية من انطلاقة هذه المباراة. حكم اللقاء يعلن ضربة جزاء كريستيانو رونالدو، والعرقلة من ماتشو مدافع ريال مدريد أمام مهاجم ريال مدريد، كريستيانو فعلها وأثار دفاع الريال، دفاع الإسبان ودفاع الريال. طبعا ناتشو خطأ وضربة جزاء صفرها من دون تردد. الحكم الحكم يقول لم يخبروني بعد، بل هي ضربة جزاء. صفر حكم المباراة لصالح منتخب البرتغال ولصالح كريستيانو رونالدو الذي سجل 3 أهداف في 11 مباراة في 4 نهائيات. يصعد جول رونالدو، يفتح مجال التسجيل للبرتغال، يهتز الملعب وتهتز مدينة سوتشي، تهتز لشبونة ويهتز البرتغال. رونالدو يفتح مجال التسجيل أمام الإسبان، رونالدو أمام رفقائه السابقين، رفقائه في الريال، كريستيانو رونالدو يسجل جول، هو هدفه رقم، وما زال يلعب إيسكو، خطيرة، كرة رائعة من قبل ديغو كوستا في اتجاه دافيد سيلفا، يسدد بيمناه كرة بعيدة في مباراة رقم 120. رائعة من دافيد كوست، من ديغو كوستا، هذه الكرة في اتجاه دافيد سيلفا بالظروف، دافيد سيلفا، بابا إنيستا، والتغطية الدفاعية من هنالك عن طريق العبر جوردي ألبا، جوردي ألبا يبحث عن دافيد سيلفا، بعيدة بعيدة، وبعدين دافيد سيلفا. نعم، عندما تكون تشاهد المباراة أنت تشاهد حامل الكرة وما يفعل بها، ولكن شوفوا معايا، يلعبها لإيسكو، إيسكو 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 إيسكو،
ركنية. لعب في الوسط لبوسكيت، خرج اللاعب البرتغالي، ليس هناك خطأ برتغالي، الكرة الحكم خلى الأفضلية لا ويقول خطأ وبطاقة صفراء يا بوسكيتس. البطاقة الصفراء الأولى في المباراة لسيرخيو بوسكيتس وسط ميدان منتخب رونالدو. الحكم يقول كان فيه دفع على الجدار وخطأ على الجدار في نهاية المطاف. كريستيانو رونالدو هو الذي سدد هذه الكرة الساقطة. والتغطية الدفاعية الرائعة هنا لكريستيانو رونالدو والانطلاق بالهجمة المعاكسة. راح راح قداش راح قداش راح قداش راح قداش 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 مازال قداش. وراموس في التغطية يتفوق على كونسالو قداش في مباراة رقم 11 ومهاجم نادي فالنسيا الإسباني. من هجمة معاكسة كاد يفعلها منتخب البرتغال بين رونالدو وقداش في المساندة. راموس في التاين يستا 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 با 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 جول. ثاني أخطر فرصة لدافيد سيلفا، هذه المرة كانت ملعوبة من عند إنيستا. غيرورو مازال غيرورو وبيكي في قداش والانطلاقة السريعة لصالح منتخب البرتغال عن طريق موتينيو. با 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 رونالدو با 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 فنان انت يا رونالدو. تمريرة من اروع ما يكون في اتجاه قداش. نعم ثلاث تمريرات وجدوا انفسهم امام حارس المكنيو وبيكي. منتخب اسبانيا في هذه اللحظات ظروف صعبة. من هنالك ديغو كوستا كوستا كوبابا كوستا 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 بابا كوستا جول بابا جول كوستا 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 عملاق انت يا ديغو. نعم وحد كرة عالية. هل هناك خطأ سيدي الحكم؟ ماذا هنالك؟ جول لديغو كوستا حكم المباراة جيانلوكا روكي. يعرف بأن ديغو كوستا خداع، يعرف بأن ديغو كوستا ماكر، يعرف بأن ديغو كوستا ساحر، يعرف بأن ديغو كوستا يباغت وخداع. هل ارتكب خطأ ديغو كوستا؟ راح ديغو كوستا بابا خطيرة. أولالا الحكم يقول ليس هناك، لا بل قال خطأ، خطأ لناتشو ولمنتخب إسبانيا. فترة فراغ يمر بها البرتغاليون في هذه اللحظات. وتسديدة بابا جول بابا جول. هل دخلت يا سيد الحكم؟ يا سلام وضعية التسلل يحتسب مع بوسكيتس. كوكي وحده حارب والمرة يلعبوا خمس تمريرات ستة تلاعبين البرتغاليين. دخيا بعيد الكرة هذه جيريرو على رونالدو بعيد تاري للإسبان دافيد. ولا لا العرقلة الركنية تدفن با 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 خطيرة الكرة هذه من هنالك من بوسكيتس. سواريز رونالدو سيلفا يلعب كرة لويسكو إسكو با 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 تسديدة قوية المراقبة باليمنى والتسديد على الطائر باليسرى. مبدع يا إسكو مبدع ورائع. نعم دافيد سيلفا إسكو قصار القامة هذو نقصد اللاعبين تاع كرة القدم مجانين قصار القامة محاينهم كبار قصار القامة من مرة ثم البناء ثم التسجيل ثم الفوز ثم التفوق. وهكذا الكرة تلعب لديغو كوستا يستفيد من خطأ يلعب شوط كبير ديغو كوستا. ديغو كوستا يسرى لجوردي ألبا جوردي ألبا دي با 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 لعبة بلاي ستيشن هذه الكرة على الطريقة البرشلونية الكتالونية. نعم جوردي ألبا من هنالك كرة من ديغو كوستا جوردي ألبا جوردي ألبا إنيستا إنيستا بيسرى. أوي 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 حذر يا بيبي الكرة البعيدة من بيبي خطيرة وبابا خطيرة رونالدو بابا با جول 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 ستاديوم. وخطا بادح من دافيد دخيا. دافيد من كره واحده من لعبه واحده من تسديده واحده ثنائيه تاريخيه لكريستيانو رونالدو. ما هذه الاخطاء الفادحه في دفاع الاسبان؟ ما هذه الاخطاء الفادحه في دفاع نهايه هذا الشوط المثير نهايه هذا الشوط الرائع.
البرتغال في الأنفاس الأخيرة للشوط الأول بفضل هذا النجم كريستيانو رونالدو. 2 إسبانيا هدف. شوط أول رائع. موعدي بكم سيتجدد مشاهدي الأفاضل بعد حين مع كريستيانو رونالدو في سيناريو غريب وعجيب لا يحدث إلا في نهائيات كأس العالم، لا يفعله سوى البرتغاليون وكذلك الإسبان الذين أمتعونا بشوط أول ولا أروع. ضربة الانطلاقة سيعطيها الحكم السيد جيانلوكا روكي بنفس التشكيل من دون تغيير على مستوى التشكيلتين، البرتغال بباتريسيو سواريش غيريرو فونتي وبيبي موتينيو وكارفايو فرنانديش وبرناردو سيلفا جيديش وكريستيانو رونالدو. المنتخب الإسباني بديخيا في الحراسة، ناتشو مع جوردي ألبا، سيرخيو راموس، جيرار بيكي، كوكي، إسكو وبوسكيتس، دافيد سيلفا، إنيستا و نعم الرطوبة تأثر على أرضية الميدان. التسديدة والتغطية من إنيستا يلعبها كوكي، كوكي رجع لإنيستا، إنيستا، دافيد سيلفا راح إنيستا وفي خطأ، في خطأ يصفر حكم المباراة على جواو موتينيو والنصف ميدان نادي موناكو. الكرة من دافيد سيلفا خطيرة، با 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 جول، ديغو ديغو ديغو، لست مارادونا ولكنك كوستا، لست مارادونا ولكنك كوستا يا ديغو. رونالدو ثنائية وديغو ثنائية، كريستيانو ثنائية وكوستا ثنائية، هدفا لمثلهما بين رونالدو وكوستا بين البرتغال ودو. انطلق كريستيانو وخطأ، كريستيانو وخطأ من ناتشو، يطالب بالبطاقة الصفراء رونالدو على ناتشو. نعطيها لك ليك يا رونالدو على احتجاجك. هاي نعم تنرفزت لأنه الإسبان سجلوا عليك ثلاثة، ديغو كوستا سجل ثنائية، ناتشو اللي كان في ضربة جزاء عند دافيد سيلفا، إسكو مرة ثانية يمر، إسكو راح، إسكو، إسكو، جوردي، جوردي، إسكو، ودافيد، 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 هوبا دافيد، وإسكو دخل وما زال با 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 جول، با 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 جول، ناتشو، 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 إسبانيا، 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 انتفض المتدر، انتفض الإسبان، أين هم البرتغاليون؟ أين أنت يا كريستيانو لتنقذ بلدك؟ إسبانيا العجب، هدف آخر ولا أروع، يا له من جول يا ناتشو، خلوني نقول كرة خطيرة، التوزيع خطيرة، راموس، سيلفا، 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 بابا سيلفا، دفاع، وبوسكيتس، إسكو راح، إسكو استلم، إسكو، بابا بابا بابا، ربع أمامه مع ذلك بذكاء يتحصل على خطأ لأنه كان في وضعية راح يضيع الكرة، ومع ذلك لم يضيعها بل استفاد منتخب بلاده من مخالفة. هل عندك الكونتارا؟ هو شقيق رافينيا، رافينيا اللاعب البرازيلي. تياغو يلعب بينيه مع دافيد سيلفا، 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 جوردي ألبا، با 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 خطيرة، با با با، يا ديغو انت اللي عندك سبع ارواح يا ديغو كوستا، البرتغال عنده سبع ارواح ولكن انت ايضا يا ديغو موفق في مباراة اليوم. منتخب اخر، تياغو الكونتارا ياخذ مكان كوكي. كوارشما استلم الكرة، دخل كوارشما، هل قال لك رونالدو سدد فقط لأن دافيد دخيا باص بينية رجعت له يا جواس، باص يحطها دافيد سيلفا وبعيدة على إسكو، لما إسكو يطر من 23 سنة في عمره. كرة بيضاء رونالدو، با 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 خطيرة، وما زال كوارشما لمسة يد، أكيد غير خرج رونالدو وحده وجه لوجه، ذكرته ما قلت بأن ذكرته بسرعة بأن القميص الأبيض شؤم، مصدر شؤم بالنسبة للمنتخب الإسباني، وذكرته بأن هذه البرتغال اللي حتى لما لا تلعب تسجل لأنه عندها شريط، ونعرفوا بأنها دقيقتين وأكثر. أسباسو بالله عليكم لازم ست دقائق فقط وما زال إسبانيا لم تفز، ما زال إسبانيا لم تفز بهذه المباراة، إذا فازت ستكسر نحس هذه القمصان البيضاء، نحس هذه القمصان البيضاء سيكسرها اليوم الإسباني. المنتخب البرتغالي مهاجم الميلان لاعب أندري سيلفا يكون نجم هذه البطولة. رونالدو استلمها، رونالدو، با 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 با، يا بيكي، يا بيكي، يا بيكي، ليس هنا و
ليس في هذه اللحظات وليس أمام رونالدو وليس أمام أصحاب السبع أرواح. قد يفعلها تركيز كبير، تركيز من الفوق للتحت، من قدم للأنف للرأس للأذن للصدر للبطن للظهر للرجل، الكل يركز، كل الجسد تاع رونالدو ركز. خطيرة رونالدو في تنفيذ المخالفة. رونالدو شعرك، امسك صدرك، امسك بطنك، انت امام رونالدو يا ولد، انت امام رونالدو يا ولد، انت امام البرتغال. سبع ارواح، قلت لكم سبع ارواح، البرتغال يعود، اسبانيا تسيطر، اسبانيا تستر. رونالدو جول 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 جول، وكانه حطها بيرجع لجوا ماريو. أنت بني آدم ولا ويش يا رونالدو؟ أنت بني آدم أم واش يا أبو رونالدو؟ هاي كرة خطيرة، با 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 جول. الركنية تنفذ عليها في القائمة الثانية، بيبي أو فن. كارثة لو يفوز البرتغال على الإسبان. لا تقولوا لي بأنه سيفوز، قد يفوز البرتغال، نعم قد يفوز. كرة الأهداف، كرة القدم أجوال وأهداف، كرة القدم فعالية. كذلك وعاد رونالدو وعدل رونالدو. متعة 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 ما بعدها متعة. رونالدو ثلاثة، ديغو كوستا هدفان، إسبانيا ثلاثة والبرتغال ثلاثة. الكلام لا يمكن أن يكون عن هذا الذي شاهدناه، لأن الذي شاهدناه يغنينا عن كل وصف. الأكيد أنكم استمتعتم مشاهدي الأفاضل، تستمتعون فقط على قنوات بي إن سبورتس إلى 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 أجل غير مسمى. شكرا لكم ونلقاكم على خير بإذن الله. زميلي هشام مضيوفك، لكم ما تقولون كذلك.